مساء الخير على حضراتكم اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم يوم الاربعاء 13 مارس 2024 النهارده عندنا فقرتين ارجو ان هم يكونوا يعني من المساحات اللي بتهم حضراتكم في الشأن اللي حوالينا يعني آآ عندنا آآ وساطه مصريه نجحت في ان هي تعمل اجتماع متوقع لسه ما حصلش ما بين الفريق البرهان وما بين حميتي قائد القوات الانقاذ السريع بتاعت السودان ونتمنى ان هذا اللقاء يجي من وراه خير ويوقفوا نزيف الدم والحقيقه محدش هيقدر يفوت الفرصه مهما قعدت تحكي لاي انسان بسيط يعني الكلمه دي مناسبه مهما قعدت تحكي له ان الناس معانا في ثروتك وان الناس بتحاول تديك انت فلوس علشان تدمر بلدك وعلشان اخواتك ومراتك وعيالك والناس و... دول هيتقتلوا يعني بس المهم انت معاك فلوس طب وبعدين طب ما خربانه هتعمل ايه بفلوس في بلد خربانه. مهما قعدت تقنعه لانه هو اصلا ما عندوش هذا الوعي اللي خلاه يفوت على الاخر آه هذه الرغبة وهذه الأطماع فالأطماع في السودان السودان دولة غنية جدا جدا رغم أن عملتها في الحضيض لأن يعني مفيش إدارة مفيش سياسة وهنا تعرفوا أهمية السياسة أهمية أنه يبقى في حكومة أهمية أنه يبقى في من يسوس الأمور من يقود دفة الدولة السودان مليانة معادن مليانة سمغ مليانة ذهب مليانة كنوز مليانه بترول لكن طمع القوه اللي بتسمي نفسها القوى العظمى في هذه الـ 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 الكنوز والنفائس اللي بتسخر بها السودان ومن ناحيه اخرى نكايه في مصر واملا في اسقاط مصر آآ السودان آآ كل واحد آآ يعني آآ واقف ضد التاني والناس بتموت بعض والشوارع كلها دم وبقالها عشرات السنين على كده فلو فاقوا يبقى خير وبركه أه حوالين هذا الموضوع يكون معنا الدكتور الحسيني حسان خبير الشأن الأفريقي ونتكلم ونشوف هل في فعلا فرص حقيقية وهل أعاد أه قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان مع حميدتي اللي هو قائد ميليشيات إرهابية في النهاية يعني هل هو لقاء ممكن يسمر عن شيء هنشوف عندنا كمان آه موضوع التحول الرقمي في الزراعه ده موضوع اتكلمنا فيه كتير آه وممكن يوفر امن غذائي لغايه فين؟ احنا كلنا مشغولين دلوقتي بالسلع الغذائيه واسعارها وايه اللي طلع وايه اللي نزل وهل التعويم هيقلل سعر الاكل ولا اللي كان جايب حاجه جايبها بالسعر القديم ولا ايه ولا ايه؟ هيكون معانا الدكتور خالد عياد الاستاذ مركز البحوث الزراعيه علشان آه يعني يقول لنا رأيه في هذا الموضوع عايز ابتدي معاكم بقى بخبر شديد الأهمية امبارح آه كان صدر قرار بتبكير آه امتحانات الإعدادية والنقل آه بحيث تبقى بدل حاجة وعشرين تبقى آه أربعة مايو وأنا قلت أنه امبارح أربعة مايو ده, آه ده, ده يوم سبت النور وده يوم خطر جدا جدا ومفروض ان انت ما تجيش جنب اسبوع الالام بالكامل وان ده معروف من السنه اللي فاتت وان دي مش حاجه طلعت لنا فجاه وهنعمل ايه في الـ في ال 21 يوم اللي بدرناهم تعالوا نشوف جزء من حلقه امبارح وبعد كده هقول لكم بقى خبر كويس قوي. احنا الاول عايزين تبرير من وزير التربيه والتعليم لتبكير الـ 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 الامتحانات ثلاث اسابيع ثانيا عايزين تبرير ثانيا يعني. عايزين تبرير طب العيال تعمل ايه لما انت رجعت لورا شهر طب ما تلغي لهم اجزاء من المناهج او تقول هتعمل ايه ثالثا يعني عايزين حل بقى الاسبوع الالام مش كل عيد هنقعد نهاتي في القصه دي ويعني انا حتى مع تخفيف بعض المناهج دي انا ك ك يعني كناحيه تربة يعني تربويه انا شايفه ان هي تتضر بمصلحه الطالب خصوصا في الشهادات لانهم في اسئله بتبقى تراكميه في الامتحانات. ايوه. فلازم فلازم يبقى عندهم خطه زمنيه تبقى في وقت ان المناهج كما يجب تدرس وكما يجب يتم تطبيقها. ليه أي. كل سنه يتكرر نفس المشكله؟ عدم تناسب المده الزمنيه للدراسه مع المناهج ونبقى في تحوثه وربكه ومضاعفه دروس خصوصيه عبء على ولي الامر، وكمان في حاجه ثانيه يعني من دلوقتي بقى عشان طالما هم بيعملوا اعداد للجدول يا ريت يبقى في تنسيق في وضع المواد، ما ينفعش ان ان الما... ان نلاقي مادتين مع بعض في نفس اليوم والطالب خصوصا اولى ثانوي ما بيعرفوش هيذاكروا ازاي لما يبقى في مادتين يعني ما بسنين فمن اولها ان يبقى في مراعاه عند اعداد الجدول بحيث ان احنا نسمح للطالب بالمراجعه قبل الامتحان ويدخل بالامتحان بارياحيه اه يعني ما فيش حاجه ان احنا نمد نمد ايام الاختبارات بشكرك جدا وانا وفي حاجه ثانيه يعني هم دلوقتي بيقولوا طب احنا عندنا امتحان شهر طب هو امتحان الشهر بيستقطع كمان من الدراسه وعندهم مهام ادائيه فكل ده وفي الاخر تبكير في معادن الامتحانات انا بشكرك معضله يا يا كبيره شكرا جزيلا دكتوره داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر والخبيره التربويه ولو سمحت يا دكتور رضا لو سمحت لما تتخذوا قرارات هتيجي على دماغ الطلبه واهاليها اسالوهم الاول غيروا لهم مواعيد امتحان الشهر الغوا امتحان الشهر الاخراني الغوا المهام الادائيه عشان واحد يمتحن من 4 مايو يعني لازم يكون من نص ابريل ما عندوش حاجه جديده بياخدها علشان يراجع وبالذات شهاده لما هتخففوا جزء من المناهج ده اذا خففته هيطلع السنه اللي بعدها ما يعرفهاش ومدرس اولى ثانوي ومنهج اولى ثانوي هيضطر يحكي له اللي ما خدوش ليه كده؟ ولما تبدروا ثلاث اسابيع ما هو معروف من اول السنه اللي فاتت من بعد عيد القيامه اللي فات إن عيد القيامة بتاع السنة دي جاي إمتى وإسبوع الألام جاي إمتى؟ إحنا مش كل عيد هنهاتي ده شيء صعب جدا. الحقيقة في استجابة مشكورة جدا من الدكتور رضا حجازي إلى أن يصدر توجيه من معالي رئيس الوزراء بهذا الأمر ويكون ثابت ودائم إنه يحذر تماما عقد أي امتحان في مدرسة او في جامعه في عيد من اعياد الاقباط احنا محتاجين ده بصراحه بشكل رسمي وثابت عشان مش كل سنه يبقى عندنا اتنين مهاتيه مره في عيد الميلاد ومره في عيد الايام بس انا الى الان احنا بنشكر جدا دكتور رضا حجازي الحقيقه وزير التربيه والتعليم اللي كان عنوان الخبر في كل الجرايد النهارده مراعاه لعيد القيامه المجيد تعديل موعد بدايه امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للمرة الثانية آه بداية من 8 مايو بدل 4 مايو حتى 23 مايو مراعاة لعدم عقد أي امتحان خلال أعياد الإخوة المسيحيين وطبعا إحنا سلطنا الضوء على هذه القضية بالأمس وقبلها و النهارده الحقيقه آه يعني كمان كنت بتكلم مع مسؤولين في إحدى الجامعات علشان برضه ما فيش داعي أبدا إن إحنا نحط الناس في المسألة دي كل سنة كده يبقى الناس قلقانة ومتحسبة يعني فأتمنى إنه لا يبقى في امتحانات شهر ولا يبقى في امتحانات جامعة اللي هي الميد ترم ولا أواخر ولا معامل ولا أدائية ولا حاجات دي خالص ومرة تانية بشكر جدا وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي على هذه الاستجابة المقدرة جدا مننا وأنا دايما أقول أن الجمهورية الجديدة هي البلد اللي فيها نبض الناس بيوصل للمسؤول بأسرع ما يكون أما المسؤولين اللي كانوا في فترة من الفترات ودن من طين ودن من عجين والناس بتهاتي في الشارع والكاميرا بتاعت الرسمية على كوبري فاضي ده ده خلاص يعني اصبح لا يمكن ابدا في في هذا التوقيت يعني. طيب نروح مع حضراتكم لاجتماع الاربعاء كان قداسه البابا المعظم الانبا بدروس الثاني قد يعني اعلن توقف الاجتماع وعودته مع بدايه الصوم الكبير و الحقيقة النهاردة قداسة البابا في الاجتماع اجتماع الأربع تحدث عن حادث استشهاد الثلاث أباء رهبان في دير القديس ماري مرقص والقديس أنبا صمويل المعترف في جنوب أفريقيا ووجه التعزية في الشهداء وأكد أن النيابة هناك بتقوم بدورها وأن تفاصيل الحادث لم تحدد بعد أعلن سفر بعض الأباء الأسقفة لجنوب افريقيا وتكليف اب كاهن كان بيخدم في افريقيا 15 سنه بانه يتوجه الى جنوب افريقيا لمعرفه تفاصيل الحادث واشار الى ان الشهداء الثلاثه سيدفنون على الاغلب في احد الاديره في مصر حيث طبعا الكنيسه الام واسرهم لانهم مصريين. ووجه قداسه البابا الشكر للمؤسسات الاسلاميه والمسيحيه اللي بعتت برقيات تعزيه وجه الشكر للخارجية المصرية على متابعتها الحسيسة للحادث وده البيان اللي أصدرته الخارجية المصرية النهاردة اللي هنشوفه وهكلمكم عنه بعد ما نشوف كلمة قداسة البعض يا إخوتي الأحباء يعز علينا أن نودع أبنائنا الرهبان الذين قتلوا واستشهدوا في ديرنا القبطي في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ لنا دير اسم دير القديس ماري مرقس الرسول وهو الدير الوحيد لنا في الكنيسة القبطية على هذا الاسم ومنذ تأسيسه عام 2007 بيد نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب أفريقيا ربنا يديله الصحة ويعافيه من الأتعاب الموجودة عنده تأسس الدير في زمن البابا شنودة ثم اعترفنا به في سنه 13 وصار ديرا من اديرتنا القبطيه الموجوده في خارج مصر. وابتدينا نبعث بعض الاباء الرهبان عشان تعميره من ضمنهم ابونا تاكلا الصامويلي اللي استشهد مع اخوته الراهبين التانيين ابونا يوسوس افا ماركوس وابونا مينا افا ماركوس. حتى الان التحريات والتحيات والنيابه في جنوب افريقيا بتقوم بدورها هو حادث او جريمه او اعتداء اجرامي تم تفاصيله الناس بتقول كلام كتير لكن تفاصيله لم تحدد بالتحديد عارفين الكلام ده ما ينفعش فيه اي كلام كده وعشان كده لا تستمعوا لكل لل... واحد بيالف له قصه وبيالف له حكايه الحاجة اللي بنتأكد منها بنطلع بيها بيان في الكنيسة عشان كده أنا بشكر المؤسسات في مصر المؤسسات الإسلامية والمؤسسات المسيحية اللي أرسلت لنا برقيات تعزية أو رسائل تعزية أو أصدرت بيانات للتعزية ولإدانة الحادث أيضا بشكر وزارة الخارجية المصرية بتابع الحادث كويس قوي وأيضا سفرنا معالي السفير أحمد الفضالي في جنوب أفريقيا من أول لحظة للحادث وهو متواجد ومتفاعل ويا الآباء وسهل كل الأمور آه لغاية النهارده ما حددناش ميعاد للجناز آه غالبا هيتدفنوا في مصر هنا في دير من الأديرة تعرفين عارفين الراهب يتدفن في ديره يعني و بنعزي اسرهم، بنعزي الكنيسه هناك، وبنعزي انفسنا وعالمين ان زي ما كلكم تعرفوا ان الراهب اساسا حياته ابتداها كراهب بنتصلى عليه صلاه الاموات مش كده؟ صلاه الراقدين. واللون الاسود اللي بنلبسه ده هو رمز لتراب الارض كاننا مدفونين في تراب الارض. عشان كده يمكن الله سمح بهذا لكي ما يكللوا بأكليل الاستشهاد يعني خدوا اكليل الرهبنه ودي اكليل الاستشهاد ربنا يعزينا كلنا في الكنيسه وبالطبع بالطبع حادث مؤلم جدا و حياتنا يعني كلنا احنا بنشكر الله على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال زي ما قلت لحضراتكم قداسة البابا تواضروس الثاني كان قد آه يعني آه أعطى فترة راحة من الاجتماع الأربع الأسبوعي منذ آخر ديسمبر الماضي لمدة هالوقت حوالي عشر أسابيع 72 يوم بالتحديد واستؤنف الاجتماع اليوم بعظة آه في كنيسة ماري جرجس بمنطقة هيليابوليس آه آه أروح مع حضراتكم بقى للخارجية المصرية اللي أصدرت آه بيان النهارده وسفاره مصر بجنوب افريقيا الـ الـ البيان بيقول وزاره الخارجيه المصريه وسفاره مصر بجنوب افريقيا تتابعان بصوره حثيثه التحقيقات الخاصه بحادث استشهاد ثلاث رهبان مصريين في دير القديس مريم مرقص الرسول والقديس انبا صموئيل المعترف بجبل بجنوب افريقيا قام سفير مصر بجنوب افريقيا احمد الفضلي أه واعضاء السفاره بالانتقال فورا لموقع الحادث وبعد التواصل المباشر بقيادات قطاع المباحث والادله الجنائيه بوزاره الشرطه الجنوب افريقيه التي بدات بدورها التحقيق في الحادث فورا وحرص السفير على التواصل بشعب الكنيسه في مقر الدير للتعزيه وتاكيد متابعه السفاره الحثيثه لمجريات التحقيق لكشف ملابساته وكشف هويه الجناه ومحاسبته أه طبعا زي ما قال قداسه البابا اول ما هيكون في تفاصيل مؤكده هيصدر بها بيان من الكنيسه في شفافيه كامله. فضيله المفتي يندد بحادث دير القديس ماري الرسول القديس انبا صموئيل المعترف بجنوب افريقيا اعرب عن خالص تعزياته للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه واسر شهداء الاعتداء الاجرامي بدير القديس ماري مرقس الرسول القديس انبا المعترف بجنوب افريقيا وقال فضيلة المفتي في بيان لي أن الرهبان الثلاثة كانوا يؤدون عملهم بأمانة وصدق لكن يد الإجرام والإرهاب واستحلال الدماء ما زالت تمتد عبر بلدان العالم لتسفك الدماء وتعبس بالأرواح البريئة دون وازع من دين أو ضمير ودعا إلى التصدي لجرائم الغدر والإرهاب الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي وأعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن تقديره لجهود السفارة المصرية بجنوب أفريقيا في هذا الشأن ودعا الجهات المسؤولة هناك لاتخاذ اللازم لينال المجرمون عقابهم طيب آه أروح مع حضراتكم لأخبار السيد الرئيس الفتاح السيسي <applause> قال النهارده ان مباحثاتي مع رئيس وزراء هولندا ركزت على الحرب في غزه حيث استقبل الرئيس مساء اليوم بقصر الاتحاديه رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا شهد اللقاء تباحث بشان تطوير العلاقات الثنائيه مستجدات الاوضاع الاقليميه عقب جلسه المباحثات عقد السيد الرئيس مع رئيس وزراء هولندا مؤتمر صحفي مشترك اكد خلاله السيد الرئيس ان المباحثات تناولت تاكيد التزام البلدين باستكشاف سبل دعم العلاقات الثنائيه واشار من ناحيه اخرى لان المباحثات ركزت على الاوضاع في المنطقه وتحديدا حرب الحرب في قطاع غزه نأخذ جانب من كلمه السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي ونرجع مع حضراتكم عزيزي دوله السيد مارك روتا رئيس وزراء مملكه هولندا الحضور الكريم اسمحوا لي في البدايه دوله رئيس الوزراء ان نرحب بكم في مصر في زياراتكم التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين ومستوى التنسيق والتعاون المشترك بين بلدينا لقد تناولت مباحثتنا اليوم تاكيد التزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائيه في ضوء وجود افاق اوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية وعكست المباحثات توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصريه الاوروبيه اتفقنا ايضا مع دوله رئيس الوزراء على وجود امكانات كبيره لزياده حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الهولنديه المباشره في السوق المصري لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قطاع الطاقه المتجدده والخضراء كما تم تناول قضيه الهجره غير الشرعيه واللاجئين ووضحت لدولة رئيس الوزراء الجهد الذي تبذله مصر باستضافة أكثر من تسعة ملايين ضيف في مصر يتمتعون بالخدمات العامة مثلهم مثل المواطنين المصريين مؤكدا ما تظهره تلك الحقيقة من ضرورة تعزيز الاستقرار في دول المنطقة بما يحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء السادات والسادة ركزت مباحثتنا بطبيعة الحال على الاوضاع في المنطقه وتحديدا الحرب في قطاع غزه، حيث اكدت مجددا حتميه الوقف الفوري لاطلاق النار وانهاء اسرائيل اعمالها العدائيه، ودعوت في هذا الاطار دوله رئيس الوزراء الهولندي لبذل جهوده الصادقه في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطا اساسيا لانهاء الكارثه الانسانيه في قطاع غزه وانهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف انحاء الاقليم، كذلك إنما تمارسه سلطه الاحتلال ازاء المدنيين في قطاع غزه يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني ولقد حذرت مصر مرارا من الخطط الاسرائيليه لجعل الحياه في قطاع غزه مستحيله كما تحذر مصر ايضا من المخطط الاسرائيلي لشن عمليه عسكريه بريه في مدينه رفح الفلسطينيه بما يهدد حياه ما يزيد على واحد ونصف مليون نازح تتحمل اسرائيل مسؤوليه حمايتهم وفقا لقواعد القانون الدولي. ونؤكد كذلك على ان قرار بعض الدول تعليق مساهماتها لوكاله الأمرة يتنافى مع كافه الاعراف والقيم الانسانيه ونؤكد ويؤكد مره اخرى على التعامل مع حقوق الفلسطينيين مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مزدوجه فلا يمكن ان تعاقب وكاله امميه باكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها علاوة على ذلك فإن الأنرة تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة ولا يجب المساس بهذا الدور السيدات والسادة لا يخفى عليكم أن ما يحدث بغزة أمام أعين العالم تقابله في الضفة الغربية سياسة, سياسة معرقلة لحياة الفلسطينيين سواء من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية ومصادرة أراضي مدن الضفة، فضلا عن الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال. وأود أن أختم كلمتي بالتأكيد على أن معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار العقود الماضية، لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية وأن التسويف في حل تلك القضية يعرض المنطقة بل والعالم بأسره لمخاطر عدم الاستقرار شكرا جزيلا من جانب آخر أكد رئيس وزراء هولندا مارك روتا خلال المؤتمر أن زيارته لمصر فرصة لتعميق العلاقات في الإطار الثنائي أو من خلال تعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام وأشار إن بلاده بتقدر دور مصر على كل الأصعدة لاحتواء الأزمة في غزة نشوف كلمة رئيس وزراء هولندا ونرجع مع حضراتكم الرئيس السيسي لحفاوة الترحيب وأنه لشرف لي أن أكون هنا ضيفا على مصر وخاصة الآن في بداية شهر رمضان الشهر الكريم لملايين المسلمين في مصر وفي أنحاء العالم نيابة عن هولندا رمضان كريم وبطبيعة الحال تحدثنا بشكل مطول عن إسرائيل وحماس هولندا وأود أن أؤكد ذلك فإننا نشعر بكل فخر بالدور العظيم الذي تلعبه مصر منذ يوم 7 أكتوبر سيدي الرئيس فقد اثبت ان لكم دورا لا غني عنه لوجستيا وانسانيا ومحوريا في هذه الازمه وان مصر وقد اشرت الان ان مصر تستضيف الان تسعه ملايين لاجئ في الوقت الحالي على الأرض مصر نتيجة لذلك ونتيجة لجهود سيادتك فإنه قد طرد العديد من الأشخاص من غزة وكذلك استطعتم أن تقدموا الدعم الإنساني لملايين من الشعب في غزة ولكن كما ذكرت فإن الموقف مأساوي إننا بحاجة ملحة إلى الحصول على أو إدخال الحصول من المساعدات إلى غزة وأن نضمن أنها تصل إلى المواطنين بأمان كذلك فإن هناك ممر للمساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي وأمريكا هو أمر مهم وقد يقدم بعد الإعانات ولكن هذا ليس كافيا في حد ذاتها فلا يوجد بديل عن هذا الأمر الموقف هنا في القتال يشرفني يكون معايا على الهاتف دكتور فرناس عطيه باحثه الشؤون السياسيه والاقليميه مساء الخير يا دكتور مساء النور اهلا وسهلا اهلا بسعادتك معانا يعني زياره رئيس وزراء هولندا لمصر في هذا التوقيت ومش عايز اقول يعني الكلام الاعلامي ان حرب في غزه بتمر بمنعطف خطير و و لكن هو فعلا احنا في لحظه برضو صعبه يعني بالنسبه لان كانت الناس كلها في العالم متوقعه على الاقل في شهر رمضان انه لازم تتوقف الحرب وان الناس دي تنعم بشيء من العبادة والاحتفال بهذا الشهر آه النهاردة في امريكا بايدن بيقول يجب آه ان تقف اطلاق آه النيران يقف فورا في غزة بس طبعا خلاص احنا عرفنا ان محدش بي بيسمع له كلمة يعني في اسرائيل فعايز اعرف تقييم حضرتك للموقف بشكل عام وتوقيت واهمية زيارة مارك روتا لمصر النهاردة هو طبعا بالنسبه للوضع زي ما حضرتك قلت ان هو بيمر بمنعطف خطير جدا في الفتره الراهنه فيما يتعلق بازمه غزه وخصوصا مع ان اسرائيل هددت بان هي هتقوم بعمليه في رفح الفلسطينيه وبالتالي ده هيسيء من الوضع الموجود هيزداد الوضع سوءا وتزيد الماساه الخاصه بالوضع الانساني آه، ويهدد كثير طبعا من آه، يهدد كثير من الفلسطينيين اللي موجودين وخصوصا ان معظمهم بقى دلوقتي متكدس في منطقه رفح آه انا بس مستعجب من... يا فندم وحضرتك برضه يا تشاركيني استعجابي يا لي انه القاده ف... الاوروبيين بيجوا يقولوا نحن نعول كثيرا ونحترم كثيرا جهود مصر والنهارده روتا بيقول للسيد الرئيس لقد اثبتت ان لك ثقلا كبيرا في المنطقه طب وبعدين يعني ما حدش منهم بيجي يقول احنا ناويين نضغط او نرفض او نقول ان اسرائيل مجرمة او انه هذا لابد ان يتوقف فورا لا لا هما بيجوا ينورونا ويشكرونا على مجهودنا ويرجعوا تاني هو ده طبعا لان هما مش هيقدروا علانية يختلفوا مع اسرائيل بشكل علني هم حتى دايما بيلقوا لغايه الوقت اللوم على حماس وان حماس هي سبب الازمه اللي اندلعت لكن ما بيجرموش الاعمال اللي بتقوم بها اسرائيل آه يعني حتى لو احنا قارنا كده نظريا بما ال ال بالخسائر التي تكبدتها اسرائيل بسبب آه عمليه طوفان الاقصى التي قامت بها حماس والخسائر التي يتكبدها الفلسطينيون وما زالت مستمره الى يومنا هذا طبعا فرق رهيب جدا. طبعا. آه فبالنسبه للقاده الاوروبيين زي ما قلنا هو ما آه ما يقدروش يقولوا بشكل معلن ان هم معارضين لسياسه اسرائيل طيب. ويجرموا الاعمال التي تقوم بها. طيب خلينا. لكن خلينا خلينا فيما يخصنا ما دام ما فيش عندهم حاجه ولا اي وسائل ضغط ناويين يعملوها غير ان هم يجوا يشكرونا كتر خيرهم. ايه بقى مجالات التعاون اللي حضرتك شايفاها مهمه بيننا وبين هولندا لان النهارده برضو جانب مهم من الزياره كان بينصب على تعميق العلاقات الثنائيه بين مصر وهولندا. هو جانب مهم في الزياره طبعا هو ان العلاقات الموجوده بين مصر وهولندا سواء على المستوى السياسي تم مناقشه عدد من القضايا المختلفه الخاصه بالسياسه والامن في الشرق الاوسط وفي منطقه شرق افريقيا والساحل الافريقي وملفات كان ملف ليبيا وسوريا واوكرانيا مم. وكان في توافقات في الرؤى ما بين الجانب المصري والجانب الهولندي من ناحيه ثانيه بالنسبه للملف برضه الخاص بالوضع او الوضع الخاص بالبحر الاحمر المثير للقلق طبعا الذي ايدت فيه هولندا مصر ان الوضع الحالي بيهدد التجاره وعمل الشحن الدولي من يعني ناحيه ثانيه ب... انا, بكتفي بكده وبشكر سعادتك على وجودك معانا دكتوره فرناز عطيه باحثه في الشؤون السياسيه والاقليميه بس قبل ما اطلع فاصل عايز بس اقول لحضراتكم انه في حجم تبادل تجاري وصل الى مليار و655 مليون يورو بين مصر وبين هولندا ففي في علاقات كبيره وفي مجالات اه اقتصاديه بيحصل اه فيها تبادلات قويه في 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 الموارد المائيه في الري في الصحه في النقل في البيئه في, في حاجات كتير الحقيقه ونتمنى انه هذه الزياره تكون نذير خير لانه اه وزير الماليه كان بيتكلم عن دعم اوروبي لمصر حوالي عشرين مليار دولار من الاتحاد الاوروبي فاتمنى انه ده يكون يعني وكمان البنك الدولي غير صندوق النقد في حوالي ثلاثة مليار فالكل يتحدث عن مليارات كثيره تتدفق على مصر من الدولارات وان شاء الله نحسن ادارتها ونرفع بها شان حياتنا و يعني تكون خطوه جيده لرفاهيه هذا الوطن وسط حلقه من النيران خلونا نخرج فاصل ونرجع نكمل اخبارنا اهلا بحضراتكم معانا نكمل اخبارنا بخبر عن المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي الذي يستأنف مع فلاي بيرد الاستعداد للمعسكرات الصيفيه للاطفال بالمملكه المتحده وسويسرا والنمسا. المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي يقدم بالتعاون مع شركه فلاي بيرد المعسكرات الصيفية للأطفال لصيف 2024 بالمملكة المتحدة سويسرا النمسا للأطفال من سن 8 سنين حتى الصبية 17 سنة. المركز طلب في بيان له منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك آآ المشاركين آآ مشاركة الأسر في هذه المعسكرات لأطفالهم وأكد أنها تجربة تعليمية وترفيهية مميزة وممتعة تنمي مهاراته المختلفة أستاذة جانيت فوزي مدير أكاديمية المركز القبطي الثقافي الأرثوذكسي مساء الخير يا فندم مساء الخير حضرتك أهلا بيك يا أستاذة جانيت يعني الأول قولي لي المعسكرات إيه الجديد في أنشطتها يعني هو المعسكرات الصيفية دي بيبقى واحد من البرامج التبادل الثقافي اللي بيقدمها المركز للأطفال أي. أي. من سن 8 سنين ل 17 سنه. هي الحياة تبقى تجربه ممتعه قوي وبتنمي عند الاطفال كتير من المهارات بتاعتهم. هم بيتقابلوا مع ولاد من كل تقريبا دول العالم في كامبات بتقدمها معظم الدول بحيث ان هي تعرف الاطفال على بعض من مختلف الدول، تعرفهم على المدينه نفسها، يبقى في تبادل ثقافي، بيكون في امسيات ثقافيه يقدموا فيها مثلا حاجات من العادات والتقاليد والفلكلور بتاع بلادهم بيتعلموا فيها حاجات جديده بأول اللغه الانجليزيه بتبقى مليانه من الانشطه اللي تقدر تفيد الولاد في العمر ده طيب قولي لي حضرتك يعني هل في معسكرات مثلا بتتعمل جوه مصر ولا بتقتصر المعسكرات على الدول الاوروبيه اللي ذكرناها لا هو ما فيش معسكرات من النوع ده دلوقتي موجوده في مصر لكن في بيبقى المعسكرات الصيفيه العاديه زي اللي بيعملها المركز برضو أوه. للاطفال المصريين جوه مصر لكن المميز في المعسكرات دي انه الاطفال من معظم دول العالم مفتوح لهم فرصه انهم يروحوا يتقابلوا في مكان واحد بتبقى اقامه شامله تحت طبعا رعايه المسؤولين عن البرامج دي وبيبقى في منهج اسبوعي لكل فئه يعني هو المعسكرات دي مثلا بتبقى مفتوحه خمس اسابيع او شهرين خلال السنه للاطفال كلها الطفل بيحجز اسبوع معين من السنه على حسب الافواج طب دي. يعني الاطفال التانيين دول اللي بتقولي من جنسيات مختلفه هل اللي موجودين هنا ولا هناك برضو بيعلن فبيجي اطفال من بريطانيا يحضروا المعسكر بتاع بريطانيا هو ده بيحصل ومش بس من بريطانيا من اي دوله ثانيه سواء عربيه او اوروبيه او كده يعني بيحجزوا إيه معاكوا برضو هنا اه بتبقى مؤسسه هي مؤسسات تعليميه عالميه آه. فبتقدم البرنامج بتاعها للدول العاديه اللي يحب يشارك بيشارك باطفال من بلاده م. فهناك بيكون آه في أكتر من ولاد من كذا آه بلد آه. وبيبداوا ان هم يخشوا في السكادول اللي محطوط اصلا من المؤسسه دي هي بتبقى مؤسسات معروفه عالميا آه لانشطه الاطفال بيحطوا لهم مناهج خلال الاسبوع أم سواء في الحاجات التكنولوجي مثلا او الحاجات اللي فيها لغه بيدرسوا حاجات فيها لغه بيبقى في رحلات خارجيه بيبقى في امسيات بيبقى في انشطه كتير حلو خالص حلو خالص ان شاء الله كل التوفيق يا فندم بشكرك جدا استاذه جنات بي. فوزي مدير اكاديميه المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي واروح مع حضراتكم لاجتماع الحكومه اللي راسه دكتور مصطفى مدبولي النهارده أه. 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 مش الحكومه كوزراء هو في بالتحديد مجلس اسمه المجلس الاعلى للمجتمع الرقمي ده بعد اعاده تشكيله وبيرقصوا رئيس الوزراء شخصيا حضروا بعض الوزراء الاجتماع وزراء العدل التخطيط الماليه الاتصالات يعني عدد كبير من مسؤولي الحكومه يعني وعدد ايضا من المسؤولين أكد دكتور مصطفى في الاجتماع أهمية دور هذا المجلس في تحقيق مجموعة أهداف بينها إقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، اعتماد السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي إلى جانب إقرار سياسات تقديم الخدمات الحكومية الرقمية. طبعاً خليني أتناقش في ده مع المهندس أنطونيوس وجيه رئيس لجنة التكنولوجيا بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم مدرب السلوك التكنولوجي والامن السبراني بوزاره الداخليه مساء الخير يا باشمهندس مساء الخير <تنظر> اهلا بحضرتك ازاي حضرتك عامل ايه تمام فندم الحمد لله يعني الحقيقه المجلس ده ممكن تسال حد يقول لك ايه بيعمل ايه المجلس ده لكن من الواضح انه عليه مهام ثقال برضه يعني تمام <تنظر> يعني مساله صياغه السياسات الخاصه بالخدمات الرقميه بتاعه الحكومه والموافقه عليها ومساله الـ 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 بناء دوله مبنيه على الرقمنه دي مساله برضو مهمه جدا. طبعا طبعا اوضح لحضرتك هو طبعا قرار انشاء المجلس ده كان قرار 501 لسنه 2017 واللي اعاد هيكله هذا المجلس قرار رئيس الجمهوريه سنه 1511 لسنه 2022 المجلس ده هدفه هو في ثلاث حاجات اساسيه من هو اهدافه اكثر من 11 ولكن في حاجات ثلاث حاجات اساسيه قوي في اهداف هذا المجلس، الجزء مم. الاول هو تفعيل الحكومه الرقميه بالشكل الامثل اللي يقدر المواطن ياخد خدماته بدون الدخول في اي عمليات تحقق يعني التحقق يكون تحقق ذاتي من خلال الموبايل من خلال الكمبيوتر من خلال الانترنت. يعني تفعيل الاول حوكمه البيانات بتاعت الحكومه تبقى امنه مش اي حد يقدر يوصل لها تبقى فكره ان انا عشان لازم كل سبع سنين اجدد الرقم القومي لازم اروح عشان اتصور ولازم احط البصمه بتاعتي وخلافه ده ممكن في الفتره القادمه يتعمل بشكل رقمي وانا قاعد في البيت. بس المشكله يا باشمهندس معلش خليني اقول لك على المشكله اللي بتواجهني انا وكل المصريين. الموظف يا سيدي الفاضل ما لم ياتي له امر مباشر بالاستغناء عن الورق لا يمكن يطمئن ابدا يقول لك تدفع رقمي وجيب لي بقى اصل الوصل وتصوره صورتين وتعمل الشهاده تسجلها رقمي وتجيب لي اصل الشهاده وصوره مفيش فايده تمام تمام لا ما انا هقول انت قلت لي في اللقاء سابق مع الوقت هيبقى فيه فايده تمام انت شايف انه الموظفين مدى قابليتهم لاستيعاب الفكره دي ايه طيب اوضح لحضرتك بس هو الاول ما كانش يقدر يستوعب ده لان ما كانش في تشريع يخليه يعمل ده. لكن هو في اجتماع المجلس اللي تم النهارده احد الحاجات الموجوده هو مشروع قانون لعمليه التحول الرقمي في الدوله. اه انه يقدر يفعل ده بشكل كبير عشان كده بوضح لحضرتك هو في ثلاث حاجات بيشغلين عليها الدوله بشكل كبير قوي في هذا المجلس. الجزء الاول هو تفعيل الخدمات دي ريموتلي ان انا ابقى قاعد في البيت او قاعد في العمل واقدر انفذ الخدمات بتاعتي بهذا الشكل. الفترة السابقة كانت الدولة بتجمع البيانات من الوزارات وبتجمعها على بعض من كل بيانات موجودة منفصلة في وزارة مستقلة جمعتها على بعض وتم تنقيح هذه البيانات. طب الفترة اسمح لي يا هو كيف هي يعني كيف نضمن اصل اللي انا بكلمك عليه ده ما بين شهر وشهر يعني البيانات كلها موجودة وما حصلش فيها أي تغيير ما بين ترم وترم ما بين فصل دراسي وفصل دراسي ما بين خدمة وخدمة ف كيف نضمن ان يتحط بند في القانون ما تطلبوش ورق اوكي هنسمع كلام الرقمنة وهنقول خلاص حضرتك تروح تسجل بال بس ما تطلبوش ورق بقى ما تجيبوش برضه كل الخدمات فيها اوراق والخدمات اللي فيها اوراق هتستبعد يعني على سبيل المثال حضرتك تقدر تصدر توكيل رسمي عام بدون ما تلتجئ لاي اوراق بتعمله كله اونلاين بتروح بصوره البطاقه بالبطاقة بتاعتك الحاجات اللي تبع وزاره الداخليه ماشيه كويس لكن انا بتكلم على استيعاب الموظفين في الجامعات في الحكومه في الوزارات في الهيئات في المدارس هو كل ده لازم له ولازم له تجهيز هو المجلس ده عمله يا فندم المجلس حاليا ده عمله فهو ماشي على ثلاث محاور المحور الاول الحكومه المحور الثاني تفعيل الخدمات الخاصه بالاعمال وبالذات موضوع الاعمال ده لان في مشاكل كتير قوي مع الشركات في هذه والجزء الثالث هو الاستثمار الخارجي يمكن أوه. هم اقروا احد المشاريع الخاصه بالكلاود كومبيوتنج او الحوسبه السحابيه بحيث ان مصر تقدر تستثمر في هذا المجال بشكل كبير مم. وده استثمار واعد جدا بيتكلم فيه تريليونات وليس بمليارات يعني طبعًا. ده استثمار قوي جدا ومصر من الدول اللي, اللي بيتم من خلالها ان بتدي انترنت لدول اخرى يعني مصر بيعبر طبعًا. عبر مصر كابلات الفايبر اوبتيكال او كابلات الالياف الضوئيه الخاصه بالانترنت لدول اخرى فهي مصر مركز لاكثر من 17 دوله فبالتالي تبقى مركز قوي جدا لفكره انها تلقي كمان التكنولوجي للدول دي انا بشكرك جدا مهندس شكرا جزيلا مهندس انطونيوس وجيه رئيس لجنه التكنولوجيا بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم ومدرب السلوك التكنولوجي والامن السبراني بوزاره الداخليه المصريه اخر خبر آه معايا عن الرئيسين الامريكيين الافتراضيين اللي هم بقوا مرشحين آه يعني آه بالفعل آه جو بايدن اللي حصل على عدد كافي من اصوات المندوبين اللازم للتنافس في الانتخابات الرئاسيه واحتفل بمنشور على منصه التواصل الاجتماعي اكس بوضعه كمرشح افتراضي للحزب الديمقراطي <applause> وقال في امام الناخبين الان خيار يحدد مستقبل هذا البلد، هل سنقف وندافع عن ديمقراطيتنا؟ أم نسمح للآخرين بتقويضها؟ طبعًا ده اتهام صريح ومباشر للطرف الثاني الأوفر حظًا بأنه هو لا يطبق الديمقراطية، تعالوا نشوف بقى الطرف الثاني، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حصل على العدد الكافي من الأصوات ليتمكن من خوض الانتخابات عن الحزب الجمهوري، آه وحملته الإنتخابية نشرت مقطع فيديو ترامب بيقول إيه فيه بقى؟ هذا يوم عظيم من النصر لكن علينا الان العوده للعمل عشان نجيب اصوات اكتر لان لدينا اسوا رئيس في تاريخ البلاد لابد من هزيمته ده طبعا الكلمات لدونالد ترامب هنشوف ايه اللي هيحصل في الانتخابات الامريكيه ودلوقتي نشوف اللي هيحصل في فقرات الحوار بعد فاصل قصير مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا لاولى فقرات الحوار لهذا اليوم مع الدكتور خالد عياد الاستاذ مركز البحوث الزراعي اهلا بك اهلا بك يا استاذ دكتور خالد احنا يعني بنتكلم على فكره التحول الرقمي في الزراعه آه الى اي حد ممكن تضيف وممكن لان بعض الاراء ممكن يقولك احنا بلد كثيفه العماله انت بتجيب حاجات تخلينا نعتمد على عدد أقل من العمال ده مش ما يناسبناش ده يناسب ألمانيا يناسب دولة أوروبية إيه بالظبط المقصود برقمنة الزراعة وفي أنهي مراحل وهل بتستغنى فعلا عن العمال أفراد ولا إيه بالظبط الرقمنة ملهاش علاقة بالعمالة آه الرقمنة في الزراعة هي جمع بيانات آه لأن الزراعة أمن قومي آه أمن قومي غذائي تمام واخد بال حضرتك أه فلابد من عشان هو امن قومي لا يمكن الاستغناء عنه م. ومعتمد على غذاء الشعب المصري والتصدير والاستيراد فلازم يكون عندك بيانات دقيقه بنوعيه م. الاراضي أه اللي بيعتمد عليها في التغذيه المحليه نوعيه الاراضي اللي بيعتمد عليها في تصدير المحاصيل الزراعيه نوعيه الاراضي مساحتها آه الجغرافيا المحصولية او التوزيع المحصولي, آه. آه آه المحصولي آه. وبالتالي بتقدر تعتمد عليه انا عندي مثلا كام طن قمح السنة دي كام طن خضار كام طن فاكهة المزارع الكبيره هتصدر قد ايه المتبقي من التصدير واللي هينزل للسوق المحلي قد ايه فبالتالي يعني عندك تصور مش تصور عندك بيانات دقيقه أيه؟ تقترب من الحقيقه أيه؟ الشعب محتاج قد ايه وانت وفرت له قد ايه فاضل قد ايه تستورده هتستورد قد ايه آه هي دي هي دي النقطه هي دي أوه. الرقمنه أي. وبعدين التوزيع الاسمده والدعم الفلاح أي. لان الفلاح اللي عندنا المفروض يكون مدعوم طبعا والوزاره عندنا بتدعمه والدوله أوه. بتدعمه أوه. هتدعمه في ايه مش هتدعمه ماليا قد ما هيتوفر له الاسمده اللي غير متوفره غير في الاسواق السوداء زي النطرات واليوريا والحاجات دي كلها م. والاس دي الاسمده فبالتالي بتديها له بقيمه مدعمه أوه. طب هتديها له القيمه مدعمة ازاي اذا كانت الدوله عامله حاجه زي عرفة محدود هي عامله له كارت إيه؟ اسمه كارت الفلاح بالظبط اه ما هو ده اللي اعلنت عنه تقرير اعلنت عنه وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي انه تم انجاز 92% يعني طلعوا 4000 4 أربعة مليون و570 الف كارت طبعا ما هي المساله يعني ده رقم كبير جدا ما ما جاش من سنه مم. يعني احنا بقالنا كام سنه في البحث والتطوير في موضوع كارت الفلاح اه كارت الفلاح بيقول والله ان الفلاح ده في حيازته مثلا خمس فدادين عشر قراريط طيب هو زارحهم ايه السنه دي زارحهم كذا هيحتاج كام شكاره سماد فيروح ياخدهم من الجمعيه الزراعيه واخد بال حضرتك بصيغه مدعمه مم. جميل قوي فطبعا انا عارف انا هدعم الفلاح ازاي هدعمه يعني الكارت ده آه في بيانات الفلاح طبعاً. وفي بيانات الارض اللي, بي... اللي بيزرعها كل حاجه هل هل هو لو قال انا هزرع كذا السنه دي م. البيانات دي بت... بتواكب طبعا اه طبعا لانه هو بيروح يدي بيانات في الجامعه الزراعية اه في ناس ما معنيين في وزاره الزراعه ان يجمعوا بيانات أوه. خاصه ببعض المحاصيل الاستراتيجيه في محاصيل لا يمكن الفلاح يزرعها غير باذن وزاره الزراعه اه زي مثلا القطن اه ما ينفعش مثلا واحد يروح يجيب مثلا بذور قطن من اي تاجر ويزرعها في اي حته. أوه. لا لازم يشتريها من وزاره الزراعه، القطن بتاع الاقصر غير القطن بتاع المنوفيه. أوه. هي اللي بتدي له البذور وهي اللي بت... ده مشروع قوميه. تمام. القمح نفس الشيء لان انا كان انا هشتري منه القمح أيوه. مش هيبيعه في السوق السوداء. ايوه اللي فبت... فيها الزراعه اللي بيسموها التعاقديه. هو عامل زراعه تعاقديه اوريدي زي مثلا بتوع زيوت او بتوع القصب أو, او بتوع السكر اه. بيبقى زراعه تعاقديه مع الحكومه. مش مع اشخاص معينين. تمام. يتحكموا في السوق. تمام. فالقمح. فبالتالي انا عندي كارت الفلاح هشوف عندي محصول زراعه قمح قد ايه وبالتالي هقدر اوفر له صوامع قد ايه الناس المطاحن كل الصناعات التي الل تتوقف على حجم الانتاج الزراعي وأخبار حضرتك بقدر اعمل لها تحليل يعني ال الكلام بتاع زمان بتاع ال ال الكراسه الد الدفتر ده اللي كان بيتكتب فيه وال ونظر الزراعه اللي بيعدي راكب على ركوبه والكلام ده لا انتهت ما ينفعش ده ده لا آه لا لا ما ينفعش لان في عندك تفتت حيازه زراعيه اه فحتى في الارشاد عندنا النهارده قناة تعتمد في عندنا القنوات الالكترونيه في برامج الكترونيه اه, آه ما ينفعش النهارده فلاح يعدي كان زمان مثلا واحد عنده خمس فدادين دلوقتي عنده قراطين ثلاث قراريط آه و... ممكن. فلازم اجمع كل الناس آه دي كلها في كبيره بالزبط. واقدر اديهم الارشاد واقدر اديهم الدعم أيه. ما ينفعش حتى كمان انا لو هعمل او مشروع هيتعمل الرعايه الصحيه للفلاح آه. طب اقدر اعمله ازاي اذا كان عندي بيانات لكل فلاح طبعا وهل الفلاح الصحي دوت مهم جدا جدا ده ده مشروع ان انا ده امن قومي رخر لانه ده اللي بيجيب لي المحصول اللي هو امن قومي طبعا ما دي كان مشروع ان انا عايز اعمل رعايه رعايه صحيه للفلاح طب نفض الفلاح ده مثلا عنده ورطتين او خمس فدين وبحر اه واخد بال سعادتك هل هدي له الدعم وادي له الرعايه الصحيه وادي له كذا وهو مش فلاح خرج من المنظومه اه واخد بال سعادتك انتقلت لمين ده لازم انا اعرفه واخد كل ده البيانات بتبقى عندنا هل يا يعني ايه حضرتك قلت ان منظومه كارت الفلاح تراكميه يعني هي بقى كذا سنه اه طيب هل احنا شفنا مع تقدم السنين دي ان الاماكن او المحافظات او الحيازات اللي طلع لها كارت الفلاح ده اصبحت المساله مؤمنه بطريقه شبه كامله بياخد اللي هو عاوزه سماد بي ما فيهاش لعب ما فيهاش بعض الحركات بتاعه الجمعيه الزراعيه زمان كان يدوا حد ما يدوا حد و... قلت 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 اه طبعا بص التلاعب والخرق وال... القوانين صفه بشريه اه واخد بال سعادتك يعني في واحد مثلا عنده خمس فدادين اه وبعدين ات... اتورثوا بقى عنده بقى اتنين ونص وانا مطلع كارت الفلاح على الخمس فدادين اه دي عملت برضو بعض المشكله مم. في طرف من الاطراف عايز يطغى على الطرف الاخر مم. ايوه واخد بال سعادتك فبتبقى مشكله من ضمن المشاكل المطروحة في الوزاره وبيجدوا وبي... لها حل دايما مم. اي مشروع جديد يعني كارت الفلاح كان فكره مم. وهذه الفكره طرحت تطبق؟ يعني بقى له النهارده خمس سنين مثلا طب كويس قوي ده ده انت عشان تجمع حيازه بهذا الحجم الضخم في بيانات مرقمنه مم. كويس يعني أطبعًا. كويس قوي ان احنا طبعا وما زال في بحث وتطوير وما زال تسمع مشاكل مم. من الساده المزارعين آه. والمشاكل لن تنتهي وعشان كده دايما في بحث وتطوير هذه آه. هل, المشا... هل حضرتك شايف كاستاذ مركز البحوث الزراعيه انه آه يعني وصلنا في المجال ده طبعا احنا كان عندنا قياده سياسيه واعيه والناس كانت بتقول ايه اللي مليون ونص فدان وتشكى معرفش كم مليون وايه لازمته يعني ما احنا بناكل وكويسين ما فيش كام شهر بناكل وكويسين زوجة على دماغ الناس قلت لك لا مش بناكل الحمد لله ان الريس كان عامل مشاريع للافدنه والتشكى والدلتا الجديده وال... هل حضرتك شايف انه فعلا احنا اتنقلنا نقله كبيره ونوعيه في هذا الموضوع عشان احنا احنا عندنا بيانات وبعض الفيديوهات لكن حضرتك ايدك في الـ بص حضرتك مجال والتخصص هي مصر سله غذاء العالم اه انما ما اقدرش اقول ان كل المشاريع اللي عملها الرئيس وكل المشاريع المليون وفي مشروع الريفي والملايين والخمسة 5 مليون فدان والحاجات دي كلها قيمه مضافه اه وخبال سعادتك احنا في شهر سنه مثلا 2011 اتجرف مليون ونص فدان اه تجريف الارض ديت رغم ان احنا هدينا كل اللي اتبنى عليها أوه. انما عشان ترجعها ارض زراعيه عايزه بال تاني ما انت رامي فيها اسمنت بالظبط بقت كتل خرسانيه واخد بال سعادتك انما كان الاسرع ايه ان نعمل بديل مليون ونص فدان واعمل آه عندنا الدلتا القديمه اتقسمت آه ومع التقسيم ومع تقليص الرقعه الزراعيه أوه. لازم يكون عندي دلتا جديده واخد بال سعادتك ده غير اللي بيدور حواليك يعني في خزان احتمال اه انه يتهدم وياكل قصاده ودول ده ده قصدك على سد اثيوبيا طبعا أوه. طبعا طبعا يعني انت بتفترض او عندك معلومات ان في احتمال حتى واحتمال كبير جدا ان هذا الخزان في يوم من الايام ينهار ولما ينهار طبعا مشاريع وفلوس ناس كتير قوي هتطيح اه هياكل وراها السودان والدلتا الجديده فتلاقي الرئيس عمل ايه عمل غزانات سيرابيوم وعمل مش عارف ايه وبتاع لانها ممكن تاكل السد العالي اه وابتدى يجيب طاقه أوه جديده أيه؟ الطاقه دي شغالها لمده 3 اشهر طاقه أوه جديده جدا من غير الاستغناء عن السد العالي والكهرباء اه على افتراض ان لو السد العالي جراله يعني حاجه يعني دي شغاله لمده 3 اشهر لمده 3 اشهر تجريب من غير ما نستعرف اللي هي إيه؟ مولدات كهرباء بعيدة عن سد النهضه اللي هي ترنب واخد بالك سعادتك وبقت الناس ما حسيتش بحاجه ان يعني في كهرباء وفي كذا م. غزانات سراب يوم دي الناس يقول لك الله انتوا عندكم نظره مائيه وبتعملوا خزانات توفير ميه لا احتمال يا فندم وفي نفس الوقت تستوعب لو في امطار او في اعاصير في زياده وبيتخزنها كده اه واخد بال سعادتك فالحمد لله يعني ربنا والحاجات دي على فكره موجوده من زمان جدا بس بيبقى وقتها بس يعني حضرتك بتقول ده المشاريع يعني 5 مليون فدان ليست قيمه مضافه اه بمعنى انه احنا بنرجع الفدادين اللي تم تجريفها اه طبعا طب ما هو ده برضه قيمه مضافه لان احنا كنا قاعدين من غيرها ما هم آه ده لا تم لا طبعا يا فندم آه الصحراء في السبعينات لما كانوا بيقولوا يا صحراء المهندس جاي كانت الناس واحنا درسنا كده في الكليه ان ازاي تزرع في ارض رملية ارض رملية دي ما بتمتصش الميه فده يعني هباء وقعدنا نتكلم وبتاع وناقشناها في الكليه على مستوى الدراسه انما اتضح بعد 20 و30 سنه لا انتجت طريق دراسة صحراوي والصالحيه و... وتوشكا النهارده بدات تنتج واخد بال سعادتك بغض يعني عكس الدراسه اللي كانت تمت ولما تروح تشوف الاراضي ديت تبص لها من بعيد لها لسه ارض رمله آه. بس في حدود الشجره وحدود دوت معمول لها طمي مم. وفي اراضي اللي هي الحيازات بتاعه صغار المزارعين تلاها اسمرت مم. يعني من كتر الدبال اللي فيها آه. وحاجات كده آه. اسمرت وبقت ارض خصبه آه. بقى تربه آه. فبالتالي انك عندك دايما قيمه يعني مستعرض 6 مليون فدان آه. او 4 مليون فدان في الارض الصحراويه ضيفها آه. مع الحاجات اللي هي الجلده القديمه بس كتير يا دكتور عن فكره ال آه يعني هي نفس موضوع الغذاء يعني مثلا مشروع زي مشروع البتلو هل احنا آه يعني من الأفضل لنا أو نقدر إن احنا نسمن ون ونمنع الذبح لغاية سن معين وكبر بحيث ان احنا هل في... نقدر قريب ان احنا نكتفي ذاتيا في موضوع ال, ال... بس بص... ده... احنا عددنا كبير وناس كتير قوي بتاكل لحمه مشروع البيتلو ده احنا دول. بصراحه كمسيحيين نقعد سبع اشهر وشويه ما بناكلش لحمه في السنه احنا <applause> بوفر... موفرين يعني <applause> موفرين اه واخد <applause> بال حضرتك هي المساله مش كده المساله ان مره قالوا ممنوع ذبح البيتلو مم. لقيت الجزارين قدام وزاره الزراعه عاملين مظاهره في في سنه من السنين واخد بال سعادتك وبعدين تفهموا الموضوع يعني اه المشكله في التربيه النهارده مين اللي تفهموا الجزارين ولا الوزاره؟ <applause> لا لما قعدوا ما يعني الوزاره قالت هاتوا من ينوب عنكم انتم ما عندكوش نقابه تمثل الجزارين وقعدت مع الوزاره عندنا بتستقبل اي حد الوزير آه ايوه مين اللي تفهم بقى؟ الجزارين طبعا اه يعني تمام بس بقى ما خفت لا يكون العكس <applause> لا, لا, لا 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 انت أوه. انت عندك مشروع اه والمشروع ده ممكن تسيره ومدروس أوه. بس أوه. ومدروس أوه. بس اللي هيطبقه مش فاهمه طبعا ومش جاي على ضد مصلحته وده حقه وده حقه, حقه فلازم كل الاطراف تقعد مع بعضها ويتفهموا ونحط طبعا. حاجه قابله للتنفيذ أوه. ده اللي بيتم يعني في كل حاجه أوه. المشكله في تربيه الدواجن والحاجات دي كلها مشكله العلف أوه. لان 90% من العلف مستورد وفي مشاريع بدائل للعلف ديت ممكن تطبقها في مصر وتعمل مصانع علف و... وترخص اللحمه اتمنى يعني أوه. لما يكون مدخلات الانتاج فيها الانتاج الحيواني متوفره عندي من فروم ايدو زد ومش معتمد على الدولار مم. انما لسه ما تمتش يعني لسه ما تمتش برضه الاستيراد لان في مافيا للاستيراد بتتحكم في الموضوع طب ده البدائل دي بقى تخلينا على طول نتكلم عن مراكز البحوث الزراعيه وتخلينا نتكلم عن الانجاز اللي بتقدمه لانه احنا ربط البحث بالواقع ده شيء مهم وخطير يعني. اقول لك يا استاذ ايهاب الباحث او العلماء انت عندك 100 100000 اه وامريكا فيها اقل من كده أوه. انما القائم على انتاج البحث العلمي لا يتعدى سبعه و6% الابحاثهم اه الناس دي ليها نسبه 2% او 3% من الحاجات القابله للتطبيق اه يعني مش كل حاجه بحث علمي هو قابل للتطبيق آه آه لان ممكن تطرحه ويقول لك لا وممكن نستفيد بيه بعدين مش دلوقتي وممكن يموت ومحدش يستفيد بيه آه هي دي المساله آه انما آه. انت ما عندكش لينك بين البحث العلمي وبين الشغل التطبيقي بحيث آه. ان انا ما هو ده غلط ما ده مش صح برضه آه يعني بالعكس ده, ده ده كل الدنيا بتشغل الجامعات ومراكز البحوث عشان تحل المشكله دي عشان كده دول متقدمه يعني الدول المتقدمه بيه. دايما تعتمد على عقولها ومفكرينها ومثقفينها. يا ايدينا على النقط دي ان احنا من شغلتنا تبصير صانع القرار بازاي ندخل اصل الموضوع مش الموضوع مش خاص بوزاره العرس، الموضوع خاص بتغيير انماط سلوك البشر عامه. وماله نغير, بس إيه عادتك إيه نغير؟ نغير بس ده مشروع قومي بقى. يعني في ناس أيوة ما انا لحضرتك. بس ما نقولش بقى خلاص ده كده الحمد لله. ما بيحصلش. وال... و... و... وال... والتلاعب حضرتك برضو قلت لي جمله في الاول كنت قلتها لي قبل كده فكره انه التلاعب ده صفه بشريه او لا أيه. انا ما استسلمش الكتف انا اقول بقى هو صفه بشريه انا هجيب البشر ده واقول له يا تمشي عدل يا اما القانون هيحصل لك بكذا فاقلص الحكايه زي ما حضرتك قلت انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ ان التقدم هي فريضه أه مجتمعية غصب عنك بتمشي في ركبها. اه يعني يعني في ساعات زمان كنا بنسمع ان احنا بنسافر اوروبا وبنشغل القفل بالكارت وكل حاجه بالكروت وحاجات زي كده والحاجات دي مش ممكن تيجي مصر. اه مع الزمن كل حاجه جت مصر. اه واخد بالك سعادتك هي بتلف بس هي المساله ان انت ما عندكش الثقافه اللي بتفرضها على العالم. اه دايما عشان انت دايما يعني دايخ كده وبتلف في حاجات فبيتفرض عليك ثقافات فبتعجبك لو... بتعجبك اه لو انت ركزت يعني مثلا مم. احنا بقينا الدوله رقم واحد في العالم في في, في تصدير البرتقال، الخبر ده مظبوط قالوا لي خبير امبارح. مظبوط ف... بس جات بالصدفه. ماشي <applause> اقصد دا... ما... اه يا فندم؟ وبقينا رقم واحد في زراعه التمور قريب كمان هيبقى لنا نسبه كبيره جدا في ترويجها، فيبقى لو انت ركزت وبدات تشتغل على نفسك هتوصل للتقدم طبعاً. بسرعه. طبعا شكراً. انا عايز اديك حاجه بس ان ممكن حاجه تتم. ولكن احنا محتاجين حت يعني جزء من الديكتاتورية في التنفيذ. أوه يعني مثلا بعد 2011 اتقلبت وصل البلد الى مناطق عشوائيه. اه واخد بال سعادتك؟ في ظرف 24 ساعه طبعا خدت وقت طويل جدا عشان تستعدها لا 24 ساعه يا فندم الجيش تدخل بالدبابات شال كل حاجه عمل نظام محترم واخد بالك فكل حاجه واجبه ولكن هي المساله في بعض ال الجراحات التنفيذيه العلاجيه أوه. لو عملتها تتخوف من رد الفعل. فدي اللي بتاخرنا شويه. تمام تمام بشكرك جدا يا دكتور شرفتنا شكرا شكر لك دكتور خالد عياد استاذ مركز البحوث الزراعيه بشكركم مشاهدينا فاصل قصير ونتحدث عن موضوع اخر خليكم معانا. اهلا بحضراتكم معانا في تاني واخر فقرات الحوار لهذا اليوم شرفنا يكون ضيف فيها دكتور الحسيني حسان خبير الشأن الافريقي اهلا بيك دكتور اهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين آه دكتور حسيني آه طبعا مصر بتحاول دايما في كل قضيه آه انها تجمع الفرقاء وتقعدهم مع بعض ويتحاوروا وتخش هي كطرف طبعا بخبراتها الطويله السابقه في هذه الدوله أو في ما شابه من قصص يعني بس طبعا احنا عندنا خبرات كتيرة الدول اللي حواليها بتتخانق على طول مع بعضها يعني مع روحها يعني فطبعا الفصائل الفلسطينية باستمرار عندنا من كام يوم كان في اجتماع لكل الأطياف الليبية وطلع نتائج كويسة إن شاء الله يا رب نشوف قريب ومنتظر دلوقتي في مجهودات عشان يبقى في لقاء ما بين البرهان وما بين حميدتي وأنا الحقيقة يعني مش ببقى سعيد لما بقول كده لسبب لأنه ده برضو جزء من المخطط بتاع الدول اللي بتسرق السودان دلوقتي انك تقعد الارهاب مع الجيش الوطني كانه يعني عادي يعني بقى نقسم السلطه يعني وده اللي حصل في بلاد تانية يعني وما وما شافتش خير يعني لكن بدايه لازم عشان تتحل الازمه من اجل المواطن السوداني الغلبان اللي بيموت دوت لازم يقعدوا مع بعض فهل بالفعل حضرتك متوقع انه ينجح هذا اللقاء ويكون يعني في من وراه مخرجات جيده هو بس في البدايه عايز افرق ما بين الصراع الافريقي الافريقي آه. او اللي هو داخل القاره بشكل اساسي أيوة. لان احنا كقاره افريقيا مليار و230 مليون نسمه ايوه كوضع معيشي 600 مليون عايشين في الظلام بدون كهرباء فالوضع الافريقي نفسه كوضع صعب شويه ايوه السودان وجايبه الروح برضه يعني أوه. الوضع جايبه روحه ان ان تلاقي اثيوبيا بيتخانقوا مع بعض، القرن الافريقي مش عارف ايه، الصومال فيها ايه، السودان فيها ايه. يعني يمكن فلسطين بتتخانق مع دولة مستعمرة مجرمة ارهابية، لكن لكن احنا يعني انا وحضرتك مصريين لما الناس تقعد تتفرج علينا مش لاقيين ناكل وعمالين نتخانق مع بعض ونموت في بعض، حاجة تضحك. فبالطبع الصراع الاهلي السوداني زي ما حضرتك قلت صعب جدا احنا بنتحدث عن 42 مليون مواطن سوداني بيعيشوا معاناه كبيره جدا في ظل هذا الصراع. ال 42 دول فيهم 24 في هذا التوقيت اللي حضرتك بنتحدث فيه عن هذا الموضوع ال 24 دول بيعانوا من اوجه كبيره جدا من الجوع والتشرد بشكل اساسي في دوله زي السودان عندها العديد من الموارد الكبيره اللي طبعا. موجوده عشان كده يمكن القاهره او الحكومه المصريه بشكل اساسي عملت انا من وجهه نظري خليه ازمه منذ بدايه الموضوع نفسه منذ يعني وظفت كل المؤسسات الخاصه بالدوله في سبيل ان هي تشتغل على هذه الازمه <applause> على فكره جهود مصر مش دبلوماسيه بس جهود مصر اغاثيه أوه. من حيث استقبال اللاجئين والنازحين واستثمارية وإعادة, واعاده إعمارية وكل, إعمارية وكل حاجة. كل حاجه أيه. مصر بتقوم بيها في هذا الشيء أيه. أيه. بس المره دي مصر لديها اراده حقيقيه في اغلاق الملف السوداني هم الشهر. بيمثلوا قد ايه قوات الدعم السريع دي. هي الفكره مش في قوات الدعم السريع انا عايز اوصل لحضرتك حاجه ان أه. الدعم السريع في الاصل هي قوات اسمها الجنجويد أه. جويد صنعها عمر البشير في أيه. وقت معين أه. آه. لي ان هو يستقطبها في القضاء على حركات التمرد في دارفور وغيرها أه. أه. وعمل بيها مجازر بشكل كبير جدا أه. وهي كانت فرقه معاه في هذا المعترك لما حس البشير في الفترة الأخيرة من حكمه إن بدأ يبقى الشعب مش عايزه الجيش وراح حاول إن هو يدمجهم وغير المسمى بتاعهم آه. وسماهم الدعم السريع يعني فصيل من الجيش يعني كانهم فصيل من الجيش أوه. وطبعا هم كانوا رافضين فكره ان هم يندمجوا او يدخلوا في اطار الجيش لان هم مستفيدين باستقلاليتهم من حيث مناجم الذهب اللي بتروح للعديد من الدول طبعا. واللي بيبيعوها بشكل او واللي هم في سيطره كامله على مقدرات الشعب السوداني وعايزين نوضح برضو ان الشعب السوداني يعتبر فقد الاقتصاد بتاعه عندما انفصل الشمال عن الجنوب بشكل اساسي لان 75% من الابار النفطيه كانت في جنوب السودان، النهارده بنتحدث عن موارد موجوده بس موارد لا تكفي مقدرات الشعب السوداني بشكل اساسي. صحيح. فالجهود المصريه النهارده سواء جهود اغاثيه و دبلوماسية أنا شايف أن في نوع من التوازن بشكل كبير جدا إحنا بنتحدث عن حوالي نص مليون سوداني دخلوا مصر خلال الفترة اللي فاتت أيه. ما تعمل لهمش مخيمات نازحين أو ما. زي ما إحنا بنشوف عايشين في... زيهم زي المصريين بالظبط في شقق وبياخدوا نفس ولا الحاجات ولا ولا ممنوع تغادر ولا ولا, ولا خيم ولا ال... ولا أي حاجة ولا حتى أوروبا في حتى الكل. تدقيق معاهم في الإجراءات نظرا للظروف المعيشية أيه. وفي نفس الوقت المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في مصر بتتولى جزء من رعايتهم طب حضرتك لديك أساسي. معلومات عن هذا الاجتماع يعني قرب احتمال حدوثه وممكن القضايا اللي هتناقش ما الى هو مصر حاليا في اطار الاجتماع ده بتنسق مع جميع الفرقاء السودانيين بشكل اساسي خاصه المجموعات المدنية سواء الحرية والتغيير وكل المجموعات المجموعات السياسية اللي... المجموعات السياسية أوه. وما هو النهاردة عايز أوصل لحضرتك حاجة القوتين اللي بيتنحروا قوات في الاول وفي الاول وفي الاخر قوات عسكريه في الاصل فالمجتمع المدني بعيد عن هذه الازمه بشكل طبع اساسي طبع والمجتمع المدني هناك هو الضحيه في طبع هذا طبع الشان بشكل كبير جدا وهو اللي بيعاني وعلى فكره تبعات هذا الموضوع برضه لها تاثير سلبي علينا احنا كمصر بشكل اساسي لان زياده عدد اللاجئين اعتقد الاقتصاد المصري مش هيتحمل فكره زياده اللاجئين أكتر بشكل من اكتر من كده طب ايه اهم الملفات اللي ممكن تبقى موجوده على طاوله اجتماع زي ده هو أهم الملفات هو أولاً هو آه من المبادرة الخاصة بإسكات البنادق بشكل أساسي إن إحنا نوقف إطلاق النار بشكل أساسي أوه. آه عودة بعدين آه نقعد نتكلم يعني نوقف, نوقف الدم الأول نوقف إطلاق النار فكرة كويسة أوي دي الفكرة أوه. اللي أوه. هي مصر بتشتغل عليها بشكل قوي أوه. جداً إن هي م. تضغط على قوات الدعم السريع والجيش السوداني وتقنع الأطراف أوه. المتنحرة في فكرة... آه وقف اطلاق النار ثم البدء في حوار هذا الحوار مش هيكونوا هم هيكونوا مجرد طرفين فيه بس في اطراف اخرى سوف تكون مدنيه في هذا الحوار بس بعد وقف المرحله الاولى الأول. المرحله الاولى طيب يعني هل حضرتك بقى بخبرتك الطويله في العمل الافريقي وطريقه التفكير او العقليه المستخدمه في السودان لصالح اطراف خارجيه هل من السهل اقناع حميتي بانه يوقف ده, ده فلوس جايه وتهم جايه لأنه هو لو وقف هيبتدي يتحاسب كمجرم حرب ولو اندمج في الجيش قائد الجيش هيحاسبه وحضرتك بتقول إنه هو من ساعه ما اتوجد من ايام عمر البشير وهو اصلا دم فلو هل بقى مثلا في الاحوال ديت بيعملوا بقى الـ بيسموه ايه اللي عملوا له وزاره مخصوص ده اللي هو بعد الثورات وال... والانقلابات فبيعملوا حاجه مخصوص كده عشان ايه عشان يوائموا ما بين المذاهب واللي موجودين ويقولوا بقى عفى الله عما سلف ونبتدي بقى من جديد وكده ايه توقعك للشكل السوداني هو اتوقع ان حبيبتي لازم هيوافق على وقف اطلاق النار في المرحله المقبله لعده اسباب ايوه لان اول تحدي قدامه ان القوه اللي بتدعمه مش هتفضل تدعمه طول الوقت بشكل اساسي هيبقى أه أه النهارده احنا في طرف ثالث لم يتدخل في الصراع وهو الطرف الخاص بالمجتمع المدني او الشعب السوداني لم يتدخل طبعا. فالنهارده الشعب السوداني لو تكاتف مع الجيش هيبقى في خطوره على موقف حمتي أوه. وده اللي هيحس بيه في خلال الايام القادمه فبناء عليه انا شايف ان الضغوط اللي هي بتمارس في هذا التوقيت على وهيقول لك ما هو عمال يموت فيهم ولا انضموا ولا فتحوا لا هو يعني. النهارده النهارده يعني انا لاقي في صحوه بشكل كبير جدا أوه. من قبل أساسة السودانيين وفي على فكره مفكرين كبار أوه. ومثقفين كبار في السودان مترقبين للموقف المصري وحاطين عليه امال كبيره جدا لان عارفين ان الموقف المصري هنا موقف محايد وللشعب السوداني ومصالح الشعب السوداني اللي هي حطتها في الاولويه وليس مصالح طرف على حساب طرف اخر يعني مصر النهارده بتدور على متطلبات الشعب السوداني بشكل كبير جدا دون التدخل الاساسي في الشان الداخلي السوداني طيب حضرتك تفضلت قبل كده بالحديث عن اكثر من مجهود لمصر في في محاولات الاستثمار ومحاولات المساعدات الغذائيه وال وكمان المساعده الفكريه والسياسيه واعاده الاعمار وادوار كتير الحقيقه عايز اسال حضرتك يعني لو حصل وقف الاطلاق النار وخلاص تم الاتفاق ايه الخطوات اللي المتصوره انها تعقب هذه الخطوه هل هل القوات دي هتنضم هل ه... ه... هل حي... هيقولوا لهم عفوا الله عما سلف هيقولوا لهم تعالوا نتحاسب على اللي فات ايه هو اولا فكره القو... القوات تنضم دي هتبقى صعب صعبة. صعبه جدا أه. لان هي يعني حميدتي بيظن ان هو 20 عاما وهو بيؤسس قوات الدعم السريع فبالنسبة له انا اللي اسستها عنده, عنده جيش اه انا عندي جيش فانا اللي اسسته آه بشكل اساسي فبالتالي في صعوبة او في خطورة على المصالح الخاصة بقادة الدعم السريع بشكل اساسي في آه. عملية الاندماج مع آه الجيش آه السوداني م. لكن اعتقد ان الاطراف سوف تتفق على مبدأ واحد وهو آه مش عايز اقول تقاسم السلطة بس هيكون في نوع من الاتفاق، الاتفاق ده انا شايف ان محاوره هيكون ان يقود الرئاسة السودانية المجتمع المدني زي ما حصل في وقت حمدوك بشكل اساسي، واعتقد ان دي المرحلة اللي هتكون تلي المرحلة الأولى بعد وقف إطلاق النار خاصة في ظل التداعيات الكبيرة اللي احنا شايفينها وفي ظل برضو انشغال أوروبا بشكل كامل في الأزمة الفلسطينية فمحدش النهاردة مهتم بالشأن السوداني بشكل كبير مش مهتم بالأحداث اللي هي بتحدث مش محدش مهتم بالمجازر اللي هي بتحدث في السودان بشكل كبير جدا في ظل ازمات متلاحقه في هذه احنا بنتحدث عن 60% من البنيه التحتيه السودانيه تم تدميرها بالكامل، احنا بنتحدث عن اقتصاد النهارده وصل الى سالب 12 فبالتالي الاقتصاد السوداني انا شايف ان هو انهار بشكل متكامل في ظل الصراع الكبير اللي هو موجود. ف... طيب عايز اخرج من الشان السوداني الى الشان الافريقي دايره اكبر وحضرتك متخصص جدا في هذا الامر يعني كان في مبادرة اسمها مبادرة اسكات البنادق في افريقيا كلها وقدمتها مصر علشان تقف الصراعات العرقية تماما وتبتدي الشعوب تلتفت لرفاهيتها او معيشتها اصلا يعني اذا كانت تعيش فتحتاج الى رفاهية هل مازالت هو تم تمديدها على ما اذكر مؤخرا بس يعني ده كطلب لكن هل هل حققت نتائج جيده؟ ايه المعوقات اللي قدامها؟ هو هوصل لحضرتك حاجه هو بمبادره اسكات البنادق بتواجهها العديد من التحديات. ايوه تفكر. اول تحدي وهو ضعف آه آلية التعامل مع الاتحاد الافريقي بشكل اساسي ضعف دوست. اه اه ده في ضعف عام بالشكل ضعف آه. اه في التعامل مع الملفات آه. الخاصه بالصراعات لان نفسه مقر الاتحاد في اثيوبيا او في اديس ابابا في صراعات داخل اثيوبيا نفسها طبعا. فبالتالي واحنا شفنا الصراع الاثيوبي الإريتري والصراع الداخلي داخل اثيوبيا فبالتالي الدوله اللي هي مقر الاتحاد واللي انا معترض على ان هي تكون مقر الاتحاد طبعا. لان انا دايما كنت بقول مصر طبعا. هي الافضل بالنسبه لمقر الاتحاد الافريقي على الاقل محايده في كثير من المشاكل في كثير دي من القضايا بشكل طبعا. اساسي وكانت في يوم من الايام مقر المنظمه الوحده الافريقيه طبعا فبالتالي فكره ضعف الاتحاد النهارده مصر بتواجهه باليه كبيره جدا فكره برضو الضعف الخاص بالبنيه التحتيه طبعا. بالنسبه لافريقيا برضو التغيرات المناخيه وتاثيرها على القارة السمراء اثرت بشكل كبير جدا هي بقى لو لو نجحت المبادره وسكتنا صوت الرصاص الفلوس دي كلها تتحول لبنيه تحتيه والدول اللي بره هتلاقي نفسها مضطره ان هي تساهم هو يمكن انا عندي وجهه نظر كنت طرحتها في 2014 من خلال دراسه في ضروره ان مصر يكون عندها وزاره للشأن الافريقي أوه. عشان ملف الافريقي ده ملف كبير جدا أيوة طبعًا. يعني انا عندنا المملكه العربيه السعوديه ليست تبع قاره افريقيا رغم ذلك عندها وزير تعاون افريقي بشكل اساسي وبيشتغل على يعني مش كفايه انها تبقى جزء من وزاره الخارجيه كملف او كده الخارجيه يا فندم عندها اعباء كبيره طبعا جدا طبعا يعني طبعا احنا الملف الفلسطيني لوحده ده عايز وزارة وزير الخارجيه يا عيني ما وزير بيقعدش الخارجيه ما بين هنا آه وما بين آه هنا فبالتالي الملف الافريقي اصلا كمان ليه ابعاد اقتصاديه حضرتك أيوه يعني انا النهارده عندي وزاره للتعاون آه الدولي في مصر أوه. انا شايف ان هي تبقى وزارة تعاون افريقي هتكون افضل بشكل كبير جدا هتشتغل على اكثر من 50 دوله افريقيه هتقدر بس دي تبقى وزاره عبقريه بقى فيها جزء اقتصادي وجزء سياسي وجزء تاريخي يعني تبقى تحيط بالملف بقى تحيط بالملف اقتصاديا أوه. النهارده انت محتاج تعاون اقتصادي النهارده أوه. السله الغذائيه للعالم كلها موجوده في الكونغو أوه. النهارده في زراعات كتيرة على فكره اغلب دول يعني عايز اوصل لحاجة حاجه ان اغلب الدول الكبيره النهارده المانيا وغيرها والامارات والمملكه العربيه السعوديه كله بيزرع في افريقيا ايوه فبالتالي حتى السلع يعني اللي احنا بنعاني حاليا منها أوه. النهارده كلها موجوده في ما تست... بدل ما تستوردها من دوله اوروبيه هتزرع هناك وحضرتك عارف واللحوم وكل الازمات هنلاقيها النهارده متيسره في هذا ال اشكرك جدا يا دكتور نورتنا شكرا جزيلا يا فندم جزيل الشكر دكتور الحسيني حسان الخبير في الشان الافريقي وبشكركم مشاهدينا بكره ان شاء الله نلتقي في حلقه نهايه الاسبوع تصبحوا على خير